السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في حلقه بتتجدد اسبوعيا من برنامجكم ملخص الكلام. ملخص الكلام زي ما عودناكم هو برنامج موجود وسيظل موجود ان شاء الله في ظهر كل حد ناجح. ملخص الكلام هو البرنامج اللي بيكون دايما في ظهر الشباب، هو البرنامج اللي هو ماشي ورا كلام سياده رئيس الجمهوريه زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشباب الشباب الشباب. احنا برضو بنقول نفس الكلام، قناه الحدث بتناشد كل المواطنين ان اي شاب ناجح يتوجه لقناه الحدث. النهارده قناه الحدث عملت دعوه لحد من الشباب الناجح جدا في مجاله، عملت دعوه والشخص ده قبلها مننا وقبل ان هو يكون معانا النهارده في الاستوديو ويشرفنا داخل قناه الحدث. يشرفنا عشان خاطر بجد ان احنا نقدره قدام الشعب المصري كله ونقدر ان احنا نبرز رمز من الرموز اللي المفروض يحتذى بيها من كل الشباب اللي في سنه. النهارده معانا وحضراتكم الدكتوره رانيا السيد عبد العليم، هي دكتوراه واستشاري العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب بالقصر العيني جامعه القاهره. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، نورت الدنيا كلها. اهلا يعني وسهلا بحضرتك، نورت الحدث. مجال حضرتك فيه كلام كتير واستفسارات عايزه حلقات وحلقات بان احنا نوضح نقط معينه. انا نفسي كانت غايبه عليا، يعني لما قالوا لي ان حضرتك معانا قلنا هنتكلم في العلاج الطبيعي وكده، لقيتهم لا عاملين سيرش على حضرتك ولقوكي متخصصه في موضوع مهم جدا اللي هي علاج المهبل، وانه المهبل ارتخاء العضلات اللي فيه. يعني انا كان عن نفسي مش فاهمه ايه علاقتها بالمخ والاعصاب والعلاج الطبيعي، ولقينا في اسئله كتير جدا وناس ياما عندها الموضوع ده ومحتاره فيه. عرفتنا بقى الاختلاف عننا عن الناس العاديه ازاي. طب انا استاذنكم قبل ما تتكلم الدكتوره رانيا، انا عايز اعرف برضه الساده المشاهدين حاجه ثانيه كنا بنتناقش فيها انا والدكتوره رانيا قبل ما تدخل الحلقه. الدكتوره رانيا تم تكريمها من دوله السودان، وتم تكريمها داخل مصر من الدكتور مجدي يعقوب شخصيا. طبعا هي حاجه تشرف كل المصريين وتشرف اهلها وتشرف كل الناس اللي تعرف الدكتوره رانيا. الدكتوره رانيا هي رئيسه قسم بمستشفى القصر العيني. طبعا مستشفى القصر العيني هي من اكبر المستشفيات الجامعيه، وهي مش اي حد بيكون فيها ناجح او مش بيكون فيها اي حد واصل لمرتبه طبعا سنه صغيره جدا وصلت للنجاحات ديت. الدكتوره رانيا قالت لي ان علاج المخ والاعصاب هو تطور حاليا وبقى مرتبط بالعلاج الطبيعي. يعني ايه؟ يعني النهارده احنا يعني هتلاقوا اختلاف شويه في الحلقه، بمعنى الدكتوره رانيا هتتكلم في حاجات خاصه بالنساء والولاده، ده للمشاهد اللي هيسمعها هو هيتخيل ان هي خاصه بالنساء والولاده، ولكن الدكتوره رانيا زي ما هتشرح لحضراتكم ان الحاجات اللي خاصه بالنساء والولاده هي فيها عضلات، فهو كل جزء فيه عضله داخل الجسم هو تخصص مخ واعصاب. علاج طبيعي لامراض المخ والاعصاب. علاج طبيعي لامراض المخ والاعصاب. عايزين بقى حضرتك توضحي للناس كده هو بالراحه وبهدوء يعني ليه اخترت التخصص الصعب ده الاول، وبعد كده تكلمينا بقى داخل في الاسئله بتاعتنا. اخترت التخصص ده لان انا من الناس اللي يعني ايه بحب الاقي يعني اتشيفر، يعني بحب الاقي نتيجه لشغلي. يعني يعني انا اول ما تعينت في القصر العيني كنت بشتغل، طبعا ليا الشرف ان انا اقول ان انا اشتغلت طبعا مع دكتور حسام وافي لانه حد علامه وكده، وهو من الناس من اول الناس اللي تنبأت لي على فكره بمستقبل يعني في المجال ده، وطلب مني انه يعمل لي اوضه جوه الوحده الثالثه اللي هي بتاعه الرعايه ويعمل لي علاج طبيعي ويجيبني معاه وكده، لان هو متنبئ لي وقال لي العرض ده هعرضه عليك مش هعرضه على حد تاني. بس فانا ساعتها قلت ايه، انا مش عايزه ابقى في مكان اي سي يو لانه العيانين ايه بيبقوا دايما في حاله حرجه وكده، انا عايزه ابقى في تخصص يعني ايه كان هيبقى التخصص ده امراض اللي هي الحالات الحرجه، يعني بتاع الحالات الحرجه وتخصص يعني ايه مختلف شويه. فانا ساعتها قلت لا انا هختار تخصص العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب، لاني انا من الناس اللي بحب اشوف العيان بتاعي مش في مرحله اخيره، لا بحب اشوف العيان بتاعي ايا كانت حالته صعبه بيتحسن. بحب اشوف عيان مشغول والناس لو دخلت على الصفحه بتاعتي دكتور رانيا السيد عبد العليم على اليوتيوب هتشوف العيانين عندهم اصابات مخ شوكي، ودي كده حالات من الاخر. احنا هنستاذن حضرتك معلش انا اسف، هنطلع فاصل وهنرجع تاني نستاذن المشاهدين. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وهنكمل كلامنا مع الدكتوره رانيا السيد عبد العليم في اللي كانت بتكلمنا فيه، وارجو من كل ست بيت وكل ست مصريه ان هي تركز جدا معانا في الحلقه ديت عشان خاطر تقدر تستفيد بمعلومه او تقدر تستفيد بحاجه جديده هي اول مره هتعرفها. اتفضلي يا دكتور.
كنا بنتكلم ليه انا اخترت التخصص ده لان انا بحب، يعني هو كان تخصص على فكره صعب جدا، وانا كمان اخترت حاجات صعبه فيه، يعني زي ما بقولك بحب اشوف عيان مشلول يقوم، عالجت التهاب الاعصاب الطرفيه وبفضل ربنا حمينا ناس كتير من البد، دخلت في علاج التشنج المهبلي وارتخاء عضلات المهبل اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، دخلت بقى في حاجات يعني ايه علاج التبول اللي لا ارادي، بدات اختار كمان الحاجات الصعبه اللي مش منتشر علاجها في مصر، اللي كانت الناس بيضطروا يسافروا بره علشان يعني عشان يعالجوا، فكان تخصص صعب بس كان يعني في تحدي بالنسبه لي اني اعالج ناس كتير ما كناش عارفين نعالجهم. كلمينا في عجاله، معلش يا رب انا اسف، كلمينا في عجاله عن التكريمات اللي حضرتك اتكرمتيها، عايزين ان كمثال للشباب ان انت الحمد لله انا عالجت ناس من السودان، وكان في بنوته جات لي عندها شلل بارابليجيا، شلل في رجليها الاثنين، وكانت ما بتتحركش خالص وفاقدين الامل، وكان بقالها سنتين ومحدش عارف يعالجها، لفوا بيها عند حتت كتير واماكن كتير، وجات عندي بفضل ربنا الحمد لله، البنت دي يعني الحمد لله مشيت ودخلت كليه طب، فجابولي يعني الحمد لله تكريم ساعتها من الدوله نفسها من دوله السودان وكده، وكرموني لان هما يعني البنت دي كانت مامتها جايه لي بتقول لي انا مش عايزه حاجه مني غير انها تدخل الحمام، فهي قامت ومشيت وراحت الكليه ودخلت الطب. دي حاجه مصر كلها تفخر بيها، مش السودان بس. ده طبعا التكريم اللي انا بعتزل بيه قوي وشرف وسام على صدري، طبعا دكتور مجدي يعقوب حبيب الملايين، الراجل ده قد ايه جميل ان هو يجي بنفسه لحد عندي العياده ويكرمني ويعمل لي فيديو يصورني يصور معايا الحاله، كانت برضو بنوته هو كان عاملها عمليه 8 ساعات، والبنوته دي كان عندها شلل رباعي نتيجه اصابه في المخ وهي مولوده بيها مع اصابه في القلب مولوده بيها، وهو كان قلقان جدا ان هي محتاجه علاج طبيعي مكثف 6 ساعات في اليوم، انا كنت بعمله لها من 6 ل 8 ساعات كل يوم، مع ان هي عامله عمليه كبيره ومركبه بيس ميكر، كان يعني ازاي هتقدري ده انت هتعملي معجزه لو وقفتي، هي طبعا جالي بتحبي ورجلي ايديها الاثنين مش شغالين ورجليها مش شغالين، الحمد لله مشيت وبتمسك بايديها وكانت كويسه جدا، فجالي وصور للناس لان الحاله دي بالنسبه له كانت تشالنج لان هم ما كانوش عايزين يعملوها جوه مصر، هو قال لهم هتعمل عمليه القلب مصر واللي هيعملها العلاج الطبيعي دكتور مصري، ووقع اختياره عليا والحمد لله، الحمد لله يعني ربنا الحمد لله يا رب يجعلني دايما عند حسن ظن الناس جميعا، كنت عند حسن ظنه، وكان عايز يقول لهم يعني رساله ان مصر ولاده، وبعد فيديو بره بالموضوع ده احنا عندنا كوادر كتير جدا في مصر شاطره وبتجتهد وبتكبر، محتاجين ان احنا ندعمهم فعلا ونظهر ده. دكتور بعد اذنك عايزين نعرف ايه علاقه ارتخاء عضلات المهبل بسقوط الرحم، وهل ليها علاقه في العلاقه الزوجيه بين الراجل وزوجته؟ يعني ايه الاول ارتخاء في عضلات المهبل؟ ده بيبقى ارتخاء ضعف في عضلات قاع الحوض ادى الى سقوط الجدار الامامي او الخلفي للمهبل. يبقى مشكله ارتخاء المهبل هنا من التعريف بتاعها بقت ايه؟ بقت عضلات مش امراض نفس، مش امراض نفس زي ما الناس فاهمه. وده الصعوبه ان الناس تتعالج من المشكله دي. هل ده ليه تأثير على العلاقة الزوجية؟ طبعا ليه تأثير على العلاقة الزوجية، بيبقى ليه مشاكل كتيرة من ضمنها العلاقة الزوجية. عايزين نفهم الناس الموضوع ده علاجه بيبقى عندنا في 3 أيام بس، 3 أيام الناس بتفضل فيه وقت طويل جدا، بيوصل لسقوط رحم طبعا، بس 3 أيام بشرط تجيلي قبل ما الرحم يخرج بره المهبل، لو الرحم خرج بره المهبل خالص حتى لو خرج خروج جزئي الحمد لله عليكي حالات، والحالات دي الحمد لله كانوا خلاص مش يعني فقدوا الامل ان هم يخلفوا، لا اتعالجوا وخلفوا براحه ولا علاج طبيعي بالجلسات 3 جلسات، واصعب الحالات بتحتاج كورسين، يعني 3 زيارات ومعاهم 3 زيارات تانيين، يعني نو تايم كل ما جيتي بدري كل ما النتائج كانت اسرع واحسن.
بيجي من ايه واسبابه ايه. بيجي ممكن الناس اللي عندهم امساك مزمن يحصل لهم ارتخاء في المهبل في عضلات المهبل وبعدين يؤدي مع الوقت لسقوط الرحم. بس طبعا احنا عايزين نوجه الناس ان هم احنا عايزين نلحق الموضوع قبل ما يبقى في سقوط في الرحم. بيجي من شيل حاجات تقيله، بيجي من سمنه البطن ممكن تعمل بعد الولادات المتكرره. ولاده متعثره حتى لو ولاده واحده بس كانت متعثره فعملت انهيار للجدار سقوط للجدار الامامي او الخلفي او الاثنين مع بعض بتاع المتكرر اللي هي الاجهاض المتكرر. لا لو هو في وقت بدري مش سبب كومن، مش كبير لا ما يبقاش سبب كومن. الا طبعا لو في بتزود الانتراسيكال بريشر عن طريق الحزق وكده لا يعمل كده. ممكن يعمل كده على حسب الاجهاض حصل ازاي. الاعراض اللي العيانه بتحس بيها، بتحس انه في ناس بيبداوا يحسوا الاول كانه في هواء في المكان، ان المكان رطب طول الوقت. اصوات ممكن تسمع اصوات، زياده الافرازات المهبليه دي من الحاجات اللي هم بيحسوها جدا. سقوط جزء من الرحم، تبدا تحس انه هي في جزء من الرحم سقط داخل قناه المهبل، تقل من مكان الرحم، تقول انا حاسه كاني في كوره او حاجه هتقع مني. تحسها كده، تحس بتقل. تقول انا حاسه في كوره، في تقل. سلس بولي، استرس انكونتنس، تيجي تكح تعطس، يبدا ينزل نقط بول. اثناء العلاقه الزوجيه الزوج وهي يشتكوا بفقدان المتعه الجنسيه في العلاقه الحميميه نتيجه ان العضله ما بقاش فيها كونتراكشن، فهي مش حاسه بحاجه ولا هو حاسس بحاجه. العضله مش قابضه على القضيب، والقضيب بيتحرك لاعلى او لاسفل. هيلاقوا لان المكان بقى واسع، وممكن يبقى فيه اصوات او هواء اثناء العلاقه، او زي ما قلنا زياده الافرازات المهبليه اثناء العلاقه الحميميه. فيبدا فيه شكوى انه ان هم مش مبسوطين في العلاقه الحميميه اللي ما بينهم وما بين بعض، فبرضه ده بيأثر على البيت كمان. على البيت نفسه يعني. وطبعا لو هي في سن انجاب ممكن يأثر على قدرتها على الانجاب، ولو هي في سن كبير ممكن تبقى عرضه جدا انه يحصل السلس البولي. تقولي انا ما بلحقش ادخل الحمام يا دكتور. متى تدهور الحاله بالسن يا دكتور؟ السن بس بيدخلها في سلس بولي وستريس انكونتنس تعطس او تكح، بيبقى عندها مشكله السلس البولي اكتر، وبيبقى عندها برضو لو هي ستيل مع زوجها او كده في علاقه بيبقى عندها برضو مشكله في العلاقه، وزي ما بقول لك حاسه بتقل ووجع. العلاج زي ما قلنا بيبقى سهل جدا، في خلال 3 ايام بنعمل تقويه وزياده للدوره الدمويه بشكل معين لمنطقه المهبل، تقويه لعضلات قاع الحوض الاول وعضلات الحوض بشكل عام وعضلات المهبل. بنعمل بيبقوا جلستين في اليوم في 3 ايام، جلسه على الحوض. بتحتاج جراحه ولا جلسه على المهبل؟ الحاله الوحيده بتحتاج جراحه اللي انا برفضها لما بتجيني، لما الاقي الرحم كله خرج بره المهبل. تبقى الحاله دي بتبقى الحاله متاخره جدا، بتبقى عامله بتبقى محتاجه خلاص جراحه. استاذن حضرتك احنا معانا مداخلات كتير، بس بنعتذر لكم عشان نستفيد باقدر قدر من المعلومات، وفي ارقام دكتور رانيا على الشاشه تقدروا تتواصلوا معاها اي وقت طول ايام الاسبوع. بس فبقول لك هل جراحه؟ قلنا لو الرحم خرج. طب قبل كده في جراحه؟ الجراحه في الوقت ده بتبقى مؤلمه جدا، يعني شفت ناس عملوا جراحه بعد ما يعني بعد الالام البشعه اللي بتشوفها في العلاقه، كمان بعدها العضله تاني لان العضله فيها ارتخاء بترجع العضلات تاني ترتخي، يعني بيبقوا عملوا العمليه ويحتاجوا تاني اول عضلات لان العمليه مش بتقوي عضلات. الموضوع ده كمان بيعمل حاله نفسيه صعبه جدا، يعني طبعا حاله نفسيه للزوج وللزوجه، حاله نفسيه مش لطيفه في البيت، وحاله نفسيه ليها هي ان هي حاسه ان هي مش مستريحه، فطبعا ان هي تلحق نفسها وتتعالج في الوقت ده بيبقى افضل بكتير. ونديها طبعا شويه تعليمات، ان هي طبعا لو في امساك بنمنع الامساك عن طريق ان هي بتاخد ملينات او اللبوس جلسرين او كده. لو في ممنوع ان هي الحزق، ممنوع نجمع بول فتره طويله في المثانه. بنديها شويه تعليمات وشويه برضو انواع تمارين معينه بتمشي عليها، بتنتهي المشكله تماما.
تنتهي المشكلة بمضاعفاتها بكل حاجة، بمضاعفاتها بكل حاجة، مش بتسيب أثر. يعني أقصد المضاعفات اللي جت عليها مش بتسيب أثر. طبعا هي طبعا مضاعفاتها إنه إن أنت لو سبتي الموضوع الرحم هيخرج بره خالص، وهيحصل سقوط كامل للرحم، هيبقى فيه مشاكل في العلاقة الزوجية، هيبقى فيه سلس بولي، فدي المضاعفات اللي ممكن تحصل لها. فطبعا لما لا هي بتحس بتحسن. يعني أنا كان في حد حالة من الحالات بتقول لي يا دكتورة أنا مش عارفة أصلي، مش عارفة نفسي أصلي، يعني تيجي تسجد تيجي توطي بس يقوم نازل منها البول. الحمد لله مفيش تحكم في العضلة، هاي العضلة خالص مش متحكمة فيها، زي ما تكون ميتة. وكانت الحالة دي كمان من الحالات اللي أنا بحب أذكرها، إنها كمان كانت سنها كبير، وقلت لها لا إحنا غالبا هنحتاج ناخد كورسين، يعني نعمل 3 أيام ونعمل 3 أيام تانيين. حتى الكورسين يا دكتور أنا هما في الآخر 6 أيام بالظبط. الناس بتتعالج سنين في الموضوع ده، في التخصص الغلط، يعني دايما بيتجهوا للنساء والولادة أو الجراحات النساء والولادة وكده، وما بيبقوش عارفين موضوع عضلات بالظبط. فده اللي إحنا جايين برضو نفهمه للناس، ما بيبقوش فاهمين ان القصة عضلات. وسبحان الله مثلا الحالة دي الحمد لله لا اتحسنت، وفي بعد اول كورس خالص والحمد لله، يعني قعدت تدعي تقولي مش مصدقة انا صليت، انا الدنيا إيه تمام، انا متحكمة تماما في البول، انا الحمد لله، يعني ايه حياتها اختلفت خالص، يعني هي جاي تعيط عايزه اصلي. يعني دكتوره رانيا، احنا عرفنا ان عند حضرتك في العياده في جهاز متواجد عند حضرتك لعلاج الامراض ديت، هو جهاز من الاتحاد الاوروبي، عايزين تتكلمين عليه طبعا خالص. لا هو الجهاز جاي من الاتحاد الاوروبي، بنجيبه من الاتحاد الاوروبي، هو في تو بروبس، بروب بنعالج بيها التشنج المهبلي اللي هو عكس اللي احنا بنتكلم فيه، ده بقى بيبقى عندهم صعوبه في اتمام العلاقه نتيجه ان العضلات متشنجه، وبيبقى عندنا بروب ثانيه لارتخاء عضلات المهبل، هو جاي بس مخصوص للمشكله دي عضله المهبل، سواء بالارتخاء أو بالتشنج المهبلي. ده موجود في المهندسين ولا عيادة المانيا ليه دكتور؟ هو المفروض يعني هو حاليا في عيادة المهندسين، ودلوقتي يعني ايه المفروض ان هو جاي في خلال 2 3 شهر يبقى عندنا في المانيا. الدكتور رانيا عندها عيادتين اللهم لا حسد، ربنا يزيدها يا رب، ان شاء الله في جهاز ثاني جاي في عيادة المانيا. دكتور ايه التعليمات اللي نقولها للسيدات؟ يعني انا كسيدة ما عنديش الاعراض دي وكل حاجة، بس ايه الحاجات اللي اتلاشاها منعا من انه يجي لي ارتخاء؟ طبعا اول حاجه هقول لك منع حمل الحاجات الثقيله، يعني اي حاجه فوق طاقتك ما تشيليهاش، ما تخلص من سمنه البطن بالذات، من الاماكن اللي بتعمل تحميل على منطقه الحوض وعلى منطقه المهبل، فنتخلص من سمنه البطن دايما. وطبعا دي بنسميها السنترال اوبيزيتي، بتدخلنا في مشاكل كتير زي السكر، وتاثر على القلب، وتاثر في حاجات كتيره جدا. فطبعا متخلص من سمنة البطن. لو عندنا امساك نتعالج منه، بنبقى فاهمين ان هي حاجه بسيطه، الامساك ده بيعمل مشاكل كبيره جدا جدا. يعني انا برضو جات لي حاله قعدت ادور ايه السبب الاساسي، لقيت ان هي عندها امساك مزمن. طب هي دكتوره ولدت مره واحده بس وكان عندها امساك مزمن. طب هل لو الحاله عندها امراض مزمنه وجالها ارتخاء المهبل، ده بيأثر عليها في العلاج انه بيبقى ابطا من الحالات الثانيه ولا الامراض المزمنه مالهاش علاقه؟ خالص خالص، بيخفوا بسرعه جدا، وبيحصل تحكم في عضله الحوض وفي عضله المهبل، وبيحسوها بقى في كل حاجه. طبعا بنمنع العلاقه الزوجيه اثناء فتره العلاج، من اول ما تيجي تتعالج لحد ما تخلص عليك بيبقى ممنوع العلاقه الزوجيه خالص. بنحتاج انه البنات تعمل تشيك على موضوع المهبل او الرحم قبل الزواج او قبل الولاده؟ لا قبل الزواج، عشان تقرر انه مثلا انا حالتي لو ولدت طبيعي تتدمر اكتر او لا انا ليا. لا هو المفروض الدكتور رايه الدكتور بقى امراض النساء، هو لو لقي الولاده متعثره او حجم الراس كبير مفيش داعي يعذبها بقى لا لازم نستنى. لا وبعدين ده كمان بيدخلنا في مشاكل ثانيه بقى للجنين، اللي هو السيريبرال بولسي، اللي هو السي بي، اللي هو الشلل الدماغي، نقص الاكسجين في المخ، فيدخلها في مشاكل اكبر كمان ممكن ياثر على الجنين. فلو لقينا الولاده متعثره لا ملوش لازمه المخاطره، يعني وبعدين يعني الولاده القيصريه يعني بقت متوفره وسهله والناس كلها بتعرف تعملها، فدي نعرض المريضه للخطر. عايزين قبل الختام حضرتك تكلمي السيدات المصريات والبنات ازاي يحموا نفسهم من الامراض دي.
عايزه اقول ان انت مجرد اما تحسي بتقل في المهبل او كانه حاجه ساقطه منك او بدات تحسي بسلس بولي او لاحظتي خروج حاجه في قناه المهبل مش طبيعيه انت مش متعوده عليها تسرعي بالعلاج. صدقوني دايما كل ما بدانا بدري كل ما النتائج بتبقى افضل، كل ما المشكله سهل حلها فبنوصل لنتائج افضل واحسن. عايزين حضرتك دايما تبقي متخصصه في المواضيع المميزه، محتاجين ان احنا نتثقف في حاجات كتير فاهمينها غلط بالذات في الامراض، امراض النساء والولاده والمهبل والرحم والحاجات دي، لان فيها تخصص. وعايزين نعمل حلقه بقى على التشنج، لكن الوقت مش عايزين. قبل ما تاخدي بقى دكتوره رانيا، زي ما اعطيتي نصايح في مجالك، عايزين نصيحه من حضرتك لشباب مصر، شباب وبنات، ازاي انت نجحتي وازاي هم يقدروا. النجاح مش في الطب بس، النجاح في الحياه العلميه والعمليه. نصيحه اخيره للشباب. الاجتهاد والمثابرة والصبر، ولو انت عندك هدف او لو انت عندك هدف اوعى تتنازل عنه. ما ضاع حق وراءه مطالب، يعني اجتهدي او اجتهد واصبروا وان شاء الله هتحققوا احلامكم. وقبل اي حاجه طبعا نستعين بالله ونبعد عن اي حاجه فيها معاصي، علشان في الاخر ربنا اللي بيبقى. دكتوره رانيا السيد عبد العليم، فخورين بحضرتك جدا ومبسوطين انك كنت معانا في ضيافه قناه الحدث. بشكركم ويا رب دايما متفوقين واحسن ناس في الدنيا. امسك في حلمك هتوصل اللي انت عايزه. اشوفك في حلقه جديده ان شاء الله الاسبوع الجاي وملخص الكلام.